يعني القناة الثانية عشر الإسرائيلية تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين اليوم، إلى أي مدى يعني تظن بأنه جهود الوساطة، خاصة كما ذكرت بأنه مصر لديها ربما خبرة متراكمة في جهود الوساطة بين الطرفين، من الممكن يعني أن تتوصل إلى نهاية لهذه المعضلة؟ يعني هي معضلة طبعا وهناك تعقيدات، لكن يمكن تجاوزها. الجانب الإسرائيلي يهدد باستئناف العملية البرية بعد منتصف الليل إذا لم يتم الاستجابة. هل هو تهديد جدي يعني دكتور أحمد؟ لا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي غير جاهز حاليا في ظل الانقسام حول التقسيم الداخلي للمحتجزين، محتجزين وأسرى. فالجانب الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي يراقب أن الحكومة تتراجع عن وعودها، خاصة فيما يتعلق بالوقود، فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين بدون مقابل. فحاليا يشهد المجتمع الإسرائيلي ضغوط، بالإضافة للضغوط الخارجية المتزايدة. النهاردة شفنا أسبانيا بتستدعي السفيرة الإسرائيلية في مدريد احتجاجا على موقف مشابه في تل أبيب حدث مع السفيرة الأسبانية. فواضح أن الجانب الإسرائيلي لم يعد يواجه فصيل مقاوم، أصبح يواجه 120 دولة عبرت عن رأيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفضها للرواية الإسرائيلية، وهي أنها هي الضحية وأن التاريخ يبدأ يوم 7 أكتوبر. دكتور، يعني أنت هنا تتحدث عن الضغط الدولي، كان هناك تصريحات لنتنياهو بالأمس أدان فيها رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، الذي قال بأنهما لم يدينا حماس ربما على الجرائم التي ارتكبتها. هنا دعني أسألك، إلى أين تتجه إسرائيل خارجياً؟ في تقديري ان نتنياهو متخبط، في ان نتنياهو تم خصم جزء كبير من رصيده الشعبي يتجاوز نصف شعبيته وشعبيه الليكود ومعسكره بالكامل، ذهبت ادراج الرياح. واساء اليه غياب ابنه لمده 8 شهور خارج اسرائيل وهو عمره 32 سنه وجندي في قوات الاحتياط. فهذه الامور بالاضافه الى عدم مصداقيته وإرث المساعي التي حاول من خلالها تجبيل المحكمة العليا الإسرائيلية حتى ولو على حساب شق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، كل هذا يخصم من قدرته على المناورة. وبالتالي أعتقد أن الخيارات أمامه باتت ضعيفة وقليلة. وفي الوقت نفسه الجانب الغربي، الولايات المتحدة، إنجلترا، باتت تراجع مواقفها حرصا على مصالحها الذاتية. نتنياهو لا يسعى إلا إلى مصلحته الشخصية هو وعائلته، لكن في المقابل الإدارة الأمريكية يمكن أن تعبر عن غضبها وتحول البوصلة، ويمكن أن توقف وتلجم هذا النزيف من الدماء في جانب المدنيين الفلسطينيين. دكتور أحمد، أي سيناريو ترجح كفته اليوم أكثر، استمرار الحرب بعد هذه الهدنة أم أنه من الممكن أن نصل إلى صفقة جديدة وتمديد لهذه الهدنة؟ لا، هو طبعا حماس مستنية بعض الإجابات على ما طرحته، وبالتالي أعتقد أن يمكن تجاوز هذه الأزمة. أعتقد أنها بشكل أو آخر أزمة تقنية، وأن الهدنة لم تنهار، بالعكس. يعني أعتقد أنه يمكن توسعة وزيادة أيامها لتزيد عن 4 أيام، وألا يكتفي الجانب الإسرائيلي بالحصول على 50 يحصل على 100، وفي المقابل يحصل الجانب الفلسطيني على 300. التفاصيل يمكن يعني تجاوز العقبات منها بشيء من الإرادة السياسية، بشيء من المرونة، وبشيء من الضغوط طبعا. دعينا نتحدث بصراحة من الرعاة وفي مقدمتها مصر التي تسعى للصالح العام. الهدف هو تجنيب المدنيين الفلسطينيين وإيلات مزيد من سفك الدماء والوحشية التي تمارسها إسرائيل بلا رادع ولا كابح من المجتمع الدولي، ولا تأبه حتى بالأسرى الذين هم قد يتعرضون للقصف العشوائي. وقد حدث بالفعل حالات لقت مصرعها برصاص إسرائيلي. فبالتالي هذه أمور محل ضغط ومحل مراجعة، وأنا أميل إلى السيناريو الإيجابي الذي يتمثل في تثبيت الهدنة
وفي استمرار تدفق المساعدات بوتيرة أكبر وفي إتمام الدفعة الخاصة باليوم التي تتعلق ب 13 محتجز من الجانب الإسرائيلي مقابل 3 أمثالهم من الجانب الفلسطيني. وهل تعتقد يا دكتور أنه هذا ما يريد الجانب الإسرائيلي؟ لأنه البعض يقول بأنه نتنياهو ذهب إلى هذه الصفقة مرغما. هم يقولون أنهم كانوا يفاضلون بين السيء والأسوأ، وأن تنفيذ الصفقة أتى عليه بمزيد من الانتقادات، ولم يعتبروه إنجاز لأنه لم يحررهم من خلال عملية عسكرية، وكان هناك مقابل، المقابل دوت يعني شكك في مصداقيته هو وفي مصداقية حكومته ووعوده. لكن المؤشر بالنسبة لي هو الإعلام الإسرائيلي الذي بات يتحسس من خلال نافذة الكاريكاتير اختراق للرقابة العسكرية، الرقابة العسكرية على الصحف والإعلام بشكل عام بدأت مع قيام الدولة في إسرائيل، فلكي يتم تجاوز هذا يكون هناك اللجوء إلى الكاريكاتير الذي يتحدث عن مشهد ثابت منذ 50 عام، منذ 50 يوم، فبالتالي فشل الجيش الإسرائيلي. تحدث عن قطار لنتنياهو خرج عن قضبانه، وبالتالي أن المسيرة أتت إلى نهايتها، وأنه بات من الضروري تغيير المسار وتغيير قيادة هذه الحكومة. بات يتحدث عن يائير ابن نتنياهو الذي يعيش في رفاهية في المنتجع ويوجه سهام انتقاداته للجميع، ولا لكي فقط ينقذ نتنياهو الأب أو يحاول أن يقلص من خسائره أو يسعى إلى تشكيل يعني لجنة محاكمة وتحقيق خاصة به تكون رؤوفة وتكون مدجنة إلى حد ما بما يسمح له من الإفلات من العقاب أو على الأقل تقليل العقوبة. يعني وبالتالي هناك انتقادات كبيرة توجه لابن نتنياهو يائير في هذا الصدد. دعني أنتقل إلى يعني نقطة أخرى دكتور أحمد، ونحن نناقش بنود هذا الاتفاق في ما يخص ربما صفقة التبادل، هناك بعض الانتقادات التي وجهها الجانب الفلسطيني، ليس انتقادات، ربما قالوا بأنه بعض الخروقات البسيطة التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي في هذه الصفقة، منها أقدمية السجناء أو حتى تأخير خروجهم من السجن. هل تعتقد يا دكتور بأنه إسرائيل تتقصد أو تتعمد يعني أن تقوم بهذه الخروقات حتى وإن كانت بسيطة؟ يعني طبعا هذه الخروقات مردود عليها من خلال بيانات، من خلال تحذيرات، من خلال الخروقات مماثلة محدودة برضو، إنما في النهاية الهدف الأساسي هو تثبيت هذه الهدنة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه. يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي انزعج كثيرا حينما دخل من مصر فوق ال 134 فلسطيني كانوا عالقين في الجانب المصري، أشادوا بالمعاملة المصرية، لكنهم قالوا أن أولى بنا وطننا وأولى بنا أن نكون مع أقاربنا. هذا الأمر كان مسار انزعاج لدى الجانب الإسرائيلي، وأيضا أضيف لي النجاح البعض من الفلسطينيين في الوصول إلى الشمال سعيا إلى الوصول إلى منازلهم في شمال القطاع. هذه أمور بالنسبة لإسرائيل تجعلها يعني تعيد حساباتها وتحاول الضغط ولو نفسيا على حركة حماس لكي تنفذ ما ترغبه تل أبيب، وألا يظهر أن هناك ندية بعد كل هذه الضربات التي طالت فقط مدنيين، ألا تظهر أن هناك ندية بين 50,000 مقاوم بدون غطاء جوي وبدون دفاع جوي، وبين 350,000 تم استدعائهم من قوات الاحتياط ولم ينجحوا في تحقيق إنجازات تذكر، سوى اقتحام مستشفيات، اعتقال مدير مستشفى، الكشف عن ستارة، الكشف عن قاب، وأقر إيهود باراك بأنه الجانب الإسرائيلي هو الذي شيده تحت مستشفى الشفا.